العلم المصري بيترفع ضمن أعلام الحلفاء في الاحتفالية السنوية للحرب العالمية الأولى. يعني لما جت بلجيكا، أنا عايز أقول لحضرتك حصل موقف برضو من دولة بلجيكا، وأنا كان بسبب البحث بتاعي قدرت أثبت حقنا. بلجيكا قالت لا والله إحنا مصر ما كانش ليها دور كبير وإحنا مش هنرفع علم مصر. فكان الموقف اللي أنا خدته كشخص بيقوم بالأبحاث إني بعت جواب بالأدلة لملك بلجيكا بالدي اتش ال، حتى يعني حتى بتاع البوسطة كان مستغرب قوي إن أنا أكتب عنواني وعنوان الملك وإيه الاتنين اللي بيخاطبوا بعض دول. لكن أنا بعت له خطاب بقول له، وصورة من الخطابات دي موجودة طبعا كل حاجة. قلت له إن في مقبرة أدنكيرك في شمال بلجيكا جنود مصريين مدفونين، ومنهم الجندي ثابت هارون محمد، ودي دماء مصرية على أرض بلجيكية للدفاع في 1917 دفن في هذه المقبرة، وأعداد أخرى من الجنود، وده حقه علينا وعلى الدولة اللي بتدعي إنها دولة حقوق الإنسان. ففين حقوق الإنسان؟ أنا يعني بتأسف إن يكون الملك اللي جدته بعتت خطاب لمصر بتشكر سلطان مصر لما قدمه من عطاء، وده موجود في جريدة المقطم، وأنا رحت جبته من داخل الأرشيف البلجيكي الملكي.